دويجة اللي كاينة عند الانود اللي هي زد ان زد ان دو بلوس ثم كنرسمو انه كاين هنا واحد كاين المحلول واحد ومن جهة اخرى غادي نديرو المزدوجة الثانية اللي هي CU دو بلوس CU وكنرسمو القطب الموجب وهاد الرسم هذا ديال النقاط متقطعة هو اللي كي يعني ان هاد الاكسدة اختزال هي غير مباشرة دونك تكلمنا هاد المباشرة دونك هنا غادي نشرحو علاش هي غير مباشرة لانه في المثال الاول اللي شفنا ديال الاكسدة ديال الاكسدة اختزال كان عندنا المزدوجتين كاينين في نفس المحلول لان محلول واحد كيتبادلوا هذاك اللي كيعطي الالكترونات كيعاود ياخذهم من الاخر وكيولي اكسيد اختزال بينما بالنسبه للعمود راه كتوقع الاكسده هاد الاكسده كتعطينا الكترونات الالكترونات كيمشيو في الاسلاك عاد كيمشيو للقطب السالب كيمشيو للقطب الموجب باردون اللي كيوقع فيه الاختزال لان هاد المحلولين الاكسده والاختزال ما كتوقعش في نفس المحلول هادي وقع في المحلول جوج وهادي وقع في المحلول واحد اذا بيناتهم شي حاجه اللي هي الاسلاك والمقاومه يعني كاين يعني هاد الاكسده والاختزال هذا هاد التفاعل ديال الاكسده والاختزال غير مباشر العلاقات اللي عندنا في هاد الدرس هذا ما عندناش بزاف العلاقات راه غنعطيوهم هنا العلاقات الوغ عندنا اولا علاقة بين Q و I Q هي الشحنة و I هو التيار اللي هي Q تساوي I في دلتا T بحيث دلتا T بالسكوند I بالأمبير و Q بالكولومب وهاد كيو هادي كنسميوها هي كمية الكهرباء التي ينتجها العمود اللي كينتجها العمود هي هاد كيو هادي يعني مثلا الى عندنا دلتا تي تساوي 30 مينوت يعني عمود اشتغل مدة 30 دقيقة وأعطى تيارا قدره 2 أمبير ما هي كمية الكهرباء التي أنتجها غادي نديرو كي تساوي 2 في 30 مينوت خاصنا نحولوها للسكوند دونك 30 في 60 دونك 3 في 6 18 18 في 2 غادي تعطينا 36 دونك غادي تعطينا 36 بحال هكا و 2 ديال الاصفار و كي دونك تساوي 3600 كولومب هادي العلاقة الاولى عندنا علاقة ثانية اللي هي علاقة بين Q و N ديال الإلكترونات اش كنعنيو بهاد N ديال الإلكترونات هادي هي
كميات مادة الإلكترونات. المتبادلة بين المحلول الواحد والمحلول الجوج. Alors العلاقة هي Q تساوي N ديال E في F حيث هذه ثابتة. القيمة ديالها هي 96500 كولومب على المول. بقات لنا ان او اللي هي كمية مادة الالكترونات. الوغ هاد كمية مادة الالكترونات هادي نحسبها باستعمال نصف معادلة الأكسدة يا إما بهادي أو نصف معادلة الاختزال. مثلا بالنسبة لعمود دانيال عندنا